بدهم يعطوا مجال للآراء، بس هالمواضيع هاي بتشد الانتباه. وهذا اللي بدي اياه، منحطها بالمانشيت، منيحة أو مو منيحة ما كتير بتفرق معي، بس هيك تنزل المبيعات، وهذا يعني بنخسر مصاري وبيفقدوا الصحفيين حماسهم بالشغل. مانو مهم، وبلا ما تكسب هالجريدة مصاري بسنتين أنا رح غطيها. إذا مشي كل شيء مثل ما متوقع بعتقد رح نوصل لأرقام مبيعات كتير كبيرة. أمرت بزاوية للأقليات. معلم هاي ما حدا بيقراها. حضرتكم ما بتظنوا انه هي رح تعملنا مشاكل وبلبلة؟ اذا بدهم يعترضوا على الحقوق الثقافية هالشي بيأذيهم كمان، او اذا اعترضت مراكز القوة بالدولة بتنزلوها منشط فبيسكتوا على الاخر، ورح يفهموا تركيا دولة متعددة الثقافات والهويات والاديان، وهي جزء من اوروبا لا تنسى هالموضوع، وهذا سبب غنانا. والاتحاد الأوروبي يلي عم نحاول ندخل فيه قائم على هالمقومات. الدولة محصورة بين الجامع والسكن طبعا، وضايعة بين جهتين مقدستين، وحدة الدين ووحدة الجيش. كيف عولمة مقدسات؟ هل دقيت لي سيد رضوان؟ اين عم دقيت؟ بالتلفزيون طلبوا منك عرض اسعار مشان اعلان وما انبعت. ليش؟ سيد رضوان، هذا قرار الاداره، ما بيصير نعلن عن اي جريده تانية ابدا. ما عم قول اعملوها ببلاش، راح تاخذوا اجرتها. عذرني رضوان بيك، انا بحكي مع السيد داود. داود بيك ما عاد له علاقه بهالقصص. لازم تحكي مع المدام انجي. يعني اذا ناويين تفتحوا علي الحرب قبل ما تصدر جريدتي بينأزوا آل تتر أغلو، وكمان بده ينأزى معهم اسكندر. يعني صدقتي لميماتي يومين وبتصل؟ بعرف هالحكي. ايه وشو بدك اكتر؟ ما بدي غير انه يندم. ميماتي رجال ما بيندم يا خانو، وإذا ندم ما رح يقلي، حتى يمكن ما يقلي. رح يقول. وليش هيك متأكدة؟ لأنه الطريقة اللي بدي ندمه فيها بدها تخليه يترجى مشان اسمح له يرجع لي. إلا الخيانة يا غمزة، ما تعلقيني معه عم بقلك، بكرة بيقلي أنت جبت لي إياها. مثل ما أنا ما بتدخل بشغلك، أنت لا تتدخل بشغلي. معناتها ليش اجيتي لعندي؟ اجيت لحطك بالصورة. أنا بعتذر. شو عندك اجتماع؟ لا فؤاد بك. فؤاد غمزة بولوت؟ عن جد انت بتخوف؟ عم تعمل علاقاتك بالسر؟ مو علاقة يا فؤاد بيك، هاي صديقة كان عندها مشكلة وحكينا فيها وهلأ رايحة فورا. صديقة صديقي يعني صديقتي، ومشكلتها مشكلتي. وهلأ احكي لي مشكلتك غمزة. مرة تانية نتغدى سوا بكرة؟ بكرة ما بيمشي الحال. ليش؟ عندها موعد مع الطبيب. ايه بعد بكرة طالع برات البلد. يا حلو، انت سكرتيرة ولا صديقة؟ بس اتصل وما عليك. قنبلة حلوة
اسمع، هيك بنت بتسوسحني وميماتي بجنني. شو عم تقول؟ لا بس الجو اليوم معبي. شو ما في أخبار؟ من مين؟ من غمزة؟ لا والله أبدا. دايما النسوان هيك يا كاظم، ما فيني بلاك، ما بعيش بدونك، بتحلف يمين وبتحلف يسار، وآخر شي بتطلع ما بتلاقيهم، بس ينتهي الارتباط بيهربوا. ايه دايما هيك؟ شو يعني دايما هيك؟ الرجال بيقطع العلاقة مو المرأة. ما قطعته، ما عم بدق إلا. وبدك اتصل كمان؟ لازم المرأة هي اللي تدق وتلحق الزلمة. مظبوط. طبعا مظبوط. سلطاني ايمت طلع المعلم؟ من شي ساعة تقريبا. حكيتي لعبد الحي بعدين على التليفون؟ حسني هو اللي دق من تليفوني امبارح. ليش هالمجنون علقانا؟ في تنزيلات على المجانين يا كاظم بالبلد؟ لنبيعه. هدول كل المحلات. منين بتجيبوا سلاح؟ من الانترنت. لا تضيع لي وقتي، احكي منيح. ومنين بتأمن المصاري اللازمة للمنظمة؟ نجمع صدقة من العالم بالشوارع. طيب غير سعدي باشا، مين دوره كمان حيتصفى؟ اسكندر الكبير ومراد علمدار. وكمان؟ إذا بلش عد، لا هالكاميرا بتقدر تسجل ولا حتى ذاكرتك كمان. كل اللي عم بحكيه حقيقة. هالحكي مو مزبوط. ليش ما ذكرت اسمه الاسكندر الكبير؟ شو معلم؟ بدك تقبض على اسكندر عن طريقي ولا شو؟ لا تواخذني، بس ما رح تستعملوني طعم لتطلعوا ابطال. بعدين مين هاد اسكندر؟ ما بعرفه بالمرة. يعني قال انه ما بيعرف اسكندر. العناوين اللي ذكرها مظبوطة، داهمناها كلها وصادرنا العتاد مثل ما ذكروا وبعض وثائق المنظمة، واعتقلنا الناس اللي لهم علاقة معهم كمان. ايه بس اسكندر ما بيعرفوا. هيك عم يقول. ماشي، شو عليه؟ رح شوف اذا بيقول لي هالحكي الي. عرفتوا يلي بدكن يا سيادة المقدم، ودهمتوا المحلات يلي بتهمكن، بس يا ترى الشغلة المهمة عرفتوها؟ لا. أنا بدي أسألوا كم سؤال، رح أخده ورجعكن يا يلا. واقف. قوموا. لا، هون بتسأل مو برا. إذا بتريد، هذا ممثل حطيتوا له هالكاميرا وبلش، بس أنا رح حاكي بلغة بفهمها منيح ورح يقلي وين اسكندر. يا سيد مراد، هاي مؤسسة رسمية، مو بس ما فيك تطالع زلمة اللي تحقق معه برا، ما بخليك تطالع دبوس من هالغرفة كمان.
كنعان شلون بده يحكي شي بعد كلامك؟ ما عنده شي أكتر من هيك يقوله. وأنا ما بدي منه شي أكتر من هيك، بدي شغلة واحدة بس، مكان اسكندر، وأنا رح أعرف أخده منه، بس أكيد مو هون. مستحيل، هون بدك تسأله قدامنا. كنعان أنت منتبه على كلامك منيح؟ بدك تحسسه إنه محمي؟ أنا واقف قدامكن ومحترمكن وإنتو عم تتهموني. إذا نعرف إني سلمتكن يا بدي اتبهدل. ما بدك تسأله هون؟ يلا تفضل. رح يشوفوا التحقيق يلي عم تسجله؟ ايه. هاد بالأربعين يوم يلي كنت مسجون فيهن كان هو مع اسكندر، وكان على رأس كل العمليات اللي نفذها، وهلأ عم بيقول انه ما بيعرف اسكندر بنوب. اسمع، يا بتقلي وين محل اسكندر يا بدي اطلع بروحك. تفضل اطلع بروحي لشوف، ما عم بيسمح لك تحقق معي. شو عم بتهدد؟ بجوز تطلع روحي من الضحك مو اكتر. لك شو اللي ساويته؟ ساويت اللي قلت له رح ساويه. إذا هو ما صدق، أنت كمان ما صدقت؟ شلونك يا ابني؟ والله ماني منيح يا ابي، انا عبموت عبموت من الحزن. بنطلوني بالزور عم بلبسه لحالي. يا ريتني متت. لا يا ابني، كل واحد فينا ما بيريد يكون تعيس بالحياة، بس السعادة مو شغلة مادية بالجسم، مانا ايد او رجل. لازم تتعلم سر السعادة بالاول وتقدر انت تسعد نفسك. ولشو هلأ بدي اسعد نفسي؟ انا ما عاد بدي اكون سعيد. هالحكي ما بيجوز، بدنا نعيش الحياة لاخر نفس. إذا كنا سعداء أو تعساء، ونحن منقدر نختار وحدة منهم. شلون بدي أعيش بسعادة؟ كان في تاجر كان عنده ولد بيشكي دائما من تعاسته، وحتى التاجر يعلم ابنه السعادة بعته لعند أكبر حكيم كان موجود بهداك الوقت. وهالشاب ليوصل لعند الحكيم مشي بالصحراء 40 يوم، بعدين شاف قصر كبير وكتير حلو فوق براس التلة. فورا طلع لهنيك وقال لهم انه بده يقابل الحكيم.
بس هو وقاعد عم يستنى شو شاف؟ عالم كتير قاعدين بالصالون. الصالون معبى بزاوية من الزوايا، فرقة عم تعزف موسيقى حلوة، وبالزاوية التانية في ناس قاعدين عم يتحدثوا وعم يستنوا دورهم ليقابلوا الحكيم، وكل واحد لشغلته. ولما اجى دور هذا الشاب وقابل الحكيم، سأل الشاب، قال له خبرني من فضلك شو سر السعادة؟ رد الحكيم، أنا هلأ ما عندي وقت علمك يا، طلع يا ابني ودور بالقصر، يلا تفرج برا. ورجع بعد ساعتين، قام حط الحكيم بإيد الشاب معلقة ونقط بالمعلقة نقطتين من الزيت. قال له وانت برا بدك تمسك المعلقة وتدور فيها وبلا ما تكب الزيت. قام الشاب نزل دراج القصر وطلعها ودار جواته وبراته بكل مكان، بس ما رفع عينه ولا لحظة عن المعلقة. والشاب كان كتير منتبه له حتى ما يكب نقطة زيت. بعد ساعتين رجع لعند الحكيم. الحكيم قال درت القصر يا ابني؟ رد الشاب اي نعم درته، وشو كبير كتير هالقصر. قال له الحكيم ماشي، انت شفت السجاد العجمي بالصالون واللوحات على الحيطان والحديقة يلي تعب فيها الجنايني تبعي 10 سنين تقريبا، وازهارها الحلوة والمكتبة الكبيرة المليانة كتب، شفت هالشغلات الحلوة؟ طبعا الشاب كان مضطر يقله انه ما شاف كل هالشي، لانه كان عم يبذل جهده حتى ما يكب نقطتين الزيت يلي بالمعلقة، مشان هيك ما كان قدران ينتبه للتفاصيل. ماشي، قال له اطلع مرة تانية، بس هالمرة دقق بالجمال يلي حواليك، يلي ما بيقدر النعمة ما بيقدر يعرف سر السعادة. الشاب مسك المعلقة مرة تانية بإيده ودار بكل القصر مرة تانية، بس هالمرة شاف كل شي بكل تفاصيله، شاف الجنينة والأزهار والحيطان واللوحات وكل القطع الفنية بشعور رائع من المتعة والحماس. لما رجع لعند الحكيم حكى له عن اللي شافه بالتفاصيل. قال له ماشي، بس أنا ماني شايف نقطتين الزيت اللي أمنتك عليهم. طلع الشاب على المعلقة لقى إنه الزيت اللي كان فيها مكبوب. قال له الحكيم وصلت، فيك تشوف الروائع اللي حواليك بعيونك وتكون سعيد بنفس الوقت، بس لازم تنسى الزيت اللي معك. يعني لكون سعيد بعمري مجبور انسى ايدي؟ ايه ابني، لانه لسه فيك تساوي شغلات حلوة بدونها كمان. لحتى تستمر بحياتك وتكون سعيد فيها بتقدر قيمة يلي عندك وبتستخدمه بشكل كتير منيح. يعني كيف بدهم يخلصوا هدول للمسا؟ ما بعرف معلم. نعمل جوازات دبلوماسية نرتاح أكثر. شو قلت؟ بربك هي أشكال دبلوماسيين؟ هلأ انسوا شغلة الجوازات، راح بتروحوا بالبحر. ايه معناتها ليش عم تعذبوني بالباسبورات وتزويرها؟ شو قال؟ لأنه رايحين على الضيعة ما؟ يعني برأيك ما حدا بيسألنا هونيك مين نحن ما؟ ويسألونا معلم، نحن ما بنعرف لغة ولهيك ما رح نجاوبهم. ايه ما في معكم مصاري، لشو اللغة؟ لك شامو قاعد عم تتفلسف مو هيك؟ وين المصاري يا منظوم؟ جبتهم. ايه ايه سيدي، هاي المصاري.
دبروا حالكم بهدول هلا وبس اقنع المدام ببعث لكم غيرهم. ايدك ولا ولك من الصبح اقنعت بهدول بس ولك ما بيكفونا للمساء. دخلك استاذ مورو انت كم مره قدرت تقنع ولا بدك بس تبربر عشان تعصبني؟ شامو انا ما راح استناك لتقنعها. بروح لعنده وشو بلاقي باخد ووقتها ما تقنع واسية. مورو انت بدك تورطني مو انا صاحبك؟ لا تركب ديون برقبتي. يلا خير البر عاجله خلينا نسفركن. كل الدنيا عم تدور عليكن. لوين رايح؟ امشي هلا ما بظن في عنا وقت. في عندي واحد قبطان على كيفكن واللي بدنا اياه بيساوي وما في غيره بيقدر ياخدكن. إذا ضليتوا لبكرة يا بتكونوا بالسجن يا بالقبر. ليش قاعد هون؟ عم بستناك معلم. في موضوع مهم كتير. بعدين حسني بعدين. بس بكره بنندم وبيفوت الوقت. ما رح نندم خلص. والله الندم بعدين ما بيفيدنا بنوب. اوسو إلها علاقة بالموضوع؟ لا معلم بس شو لكان؟ روح هلا. وشو بدكم بالمصاري؟ اجت امي من الضيعة ولازم عملية تجميل. تجميل شو؟ تجميل ثوري. بدك تدفعين المصاري باسم الثورة. ما في مصاري وشامو عم يصرف علي وجوزي روح كل شيء. فكرك بتمروا علي وصولية؟ اسمع بلاها قلة الأدب. ليش؟ أنا بحكي وقت بتقللي أدب مع شامو شيء؟ لك عيب. خلص الأربعين على الأقل برجوازية. استني الأسبوع على الأقل. أنت عم تحكي مزبوط. طلبت الشرطة وبدهم خمس دقائق وما رح تشوفوا مني ولا قرش. استني وين رايحة؟ معلم ما علمتنا أنه الحق ما بينعطى بس بيتاخد؟ مزبوط يا رغد صادرها. هاتي القلة تعال خذ الطوق. اتركني اتبعد عني. اخرسي ايدك هيك واحد قليل ادب. بس اخذت منها الطوق. برافو. خذ الخمس تلاف هدول ولما بيصل الشباب على اليونان بيعطوك خمس تلاف تانين. خمس تلاف بس؟ طبعا بس. رح تحملن على ظهرك يا زلمة؟ حطن وين ما بدك اعتبرن مثل الخواريف لا لهم صوت ولا نفس. وين مورو يا شامو؟ مين هذا مورو؟ تعال يا زكي تعال. احترامي سيدي. مراد على مدار قتلوا لقوراي. قديش هذا مراد بيستمتع بقتل رجالي؟ مخططاتي كلها عم بيخربها كأنه طالع لي بالسهبة. حاسس انه محكوم علي. لا مو بس هيك لحد هلا ما لقينا مورو كمان. شو اللي مانعك تلاقيه انت؟ لقينا اسره معلم. وين؟ والله حلوة هاللوحة. ولا يهمك رح اسألك عنه وفتش ولاقي لك اياها على عيني تكرم. الانسان بيصير شو ما بده. ثوري بيقدر يصير بس فنان كتير صعب. مثلا هاللوحة حتى انت ما بتقدر تحللها. وليش حلل هيك شغلة بشعة؟ هالفنون البرجوازية سخيفة. ابصر من رسمها وابصر بقديش باعها. والله شي مليون دولار. لا عن جد معلم هيك حقها هالمرة الفلتانة؟ اي والله اقل شيء. شو صاير خبير رسومه لا مليون؟ لازمك مليون كف خلص لك.
صديقي مراد. الكل عم بيلاحق مورو. المنظمة مقلوبة قلب وما مبين شي أبدا. شو عبد الحي؟ ايه معلم، انمسكوا هو عم يطالع جواز سفر مزور لإله، بس اللي مسكوا ما بيعرفوا لأنه كان معه هوية أمن مزورة ونفد منهن. إذا منمسكوا لهالشخص اسكندر بده يتكركب كتير. سلطانة وين مماتي؟ قال لي رايح على المينا، قال عنده اجتماع. عبد الحي حاكي مماتي، خليه يستدرج بولوت، بجوز يكون بيعرف شي معلومات عن مورو. تكرم عينك ما بنسى. الرجاء من الدكتور مفيد أركان التوجه إلى غرفة العمليات فورا. بعثي لي سيد حسني فورا. تكرم عينك. سيد حسني، الأستاذ تركي طالبك. تفضل، شو كان بدك تحكي؟ معلم، مين الاسم اللي أكتر شهرة بوقتنا هاد؟ مين؟ مورو. ايه أنا عم بلتقي معه بشكل شخصي، وترى هو بيلزمه للسيد مراد كتير. مورو في بقلبه حب كبير لهالبلد وبيلزمنا وجوده بصفنا. وين عم تلتقوا؟ خبرني. بولوت، منين بتطلع لي بهالشغلات فجأة؟ مت وعشت لتشتري هالمينا، شلون بدك تبيع؟ مماتي، أنا عم بنظر للموضوع بشكل مادي. في أزمة هلا والبيع أحسن. بولوت، أنت عم تخرف، صرت محاسب؟ ليش يعني المحاسبة كيخ؟ مصاري أقوى مرصاص. ما رح بيع أنا وخلص. أنا بعت وعم خبرك. بلشت بالحكي بدي بيع وهلا صرت بايع؟ مو انت واحد ما بيتناقش الا اذا حصرتك. استاذ محمد فكرة مستني برا. خليه يستنى، خليه يجي. بولوت، ما ببيع وما بخليك تبيع. انا ما عم جيب لك واحد مو منيح لتشاركه. اهلا وسهلا محمد بيك. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا فيك. ما قلت لك يا ابراهيم انه بيكون مماتي هنيك؟ الشاب كويس، رجال صغرت وما بيتخير عن مراد. ما قلت لك يا ابراهيم؟ بجوز وقتك كنت عم بحكي على التليفون وما انتبهت. جايتك غالية، بس أنا حابب أقول لك ما بدنا نبيع المينا. أنا ما قلت لك هذا الحكي إنه ما رح يبيع. ملا محمد بيك، قلت لي تفضل. حتى قلت له لأخي انه نشتري المينا هلا غلط. اذا نحن اشتريناها بيبقى نصها لمراد ونصها لالنا، على الاقل منتقاسم المغامرة. ومنحط بنته لابراهيم سكرتيرة عندي، وبنت صديقي نائب البرلمان سكرتيرة لإلك مماتي، وبيرتاح راسنا. شكور شريكنا على وظيفة بنتك إبراهيم. شكرا جزيلا. شامو،
لا تثق بأوروبا ولا بألمانيا. يا بتقلي عن محل مورو يا بتفطس بهاللحظة. يا سيدي مورو اجى لعندي مرة واحدة وبعدين انقلع. والله بس هذا اللي صار معي. ورحنا شو خبرك شامو عن محله لامورو وتعاون معك؟ قال ما بيخبر غيركن يا معلم. بس طبعا بتقول لزكي مو هيك شامو؟ ما في داعي خبركن وين انا باخدكن براسي. اذا شافني ما بيهرب يا سيدي. لوين رح تاخدنا؟ احكي بقى لشوف. دبرت لنا سفينة شحن بالمينا بدهم يهربوا عليها. طيب ليش ما خبرتنا حسني؟ والله اجيت بعد ما شفته فورا بس ما كنتوا موجودين. دقيت للسيد مماتي كتير، دقيت للسيد عبد الحي وما رد، وحتى دقيت من تليفون الاخت سلطانة وما ردوا علي. طيب ليش ما بعثت مسج؟ معلم حاولت ما اترك اي دليل يضل بالتليفون. هالحكي هلا ماله طعمه، وديني لعنده. ومن هون ورايح بتردوا على تليفوناته، انا الوحيد اللي ما برد. شكرا لك كثير معلم. يسلم لي شريكي اليوم لحتى خبرني. مثل ما بتعرفوا انا هون صاحب التوقيع وبس، ومو صاحب القرار. يا ترى مراد على مدار بيرضى انه يبيع؟ ما بظن بنوب. بالنسبة لنا نحن ما بتفرق كثير. نحن اللي بيهمنا انه نكون شركائكم. وإذا بتقرروا انكم تبيعوا كمان منكون أسعد وأسعد. ما هيك يا إبراهيم؟ إذا حضرتك عم تقول هيك فصحيح يا سيد فكرات. بما أنه الطرفين هون وأنتوا رح تتفاهموا كتير، طبعا الشراكة بتشبه الزواج. مين الزوج ومين الزوجة بولوت؟ لا بالتجارة ما بتفرق، لا في إلها جنس ولا إلها قومية، خاصة إذا قلنا المينا بيدخلوها الكل ولازم يدخلوها. شتي ليش ما قلت لي من الاول انه نحن رايحين على المينا تبع يالجين بولوت وميماتي باش؟ معلم فكرت انك عرفان. بسيطة يا شامو، يعني انت ما عرفت تبعتنا من غير مينا؟ شو ما في غير هاي؟ معلم برأيك لشو كل هالزلم؟ مشاني مسكونة؟ لكن كيف بدها تيجي المصايب؟ ايه شو الظاهر علا معك الفيلم يا تشيتي؟ كره وارجع. تأمر معلم. امتى رح يجوا هدول؟ اكيد بيجوا بعد شوي. طول مكان منيح هذا الولد زكي كثير. امرك معلم. انتوا روحوا من هون وانتوا روحوا لهنيك. يلا بسرعه شوي. يلا بعد نط. <تصفيق
معلم مين هدول؟ والله ما بعرف. رعد؟ ها؟ روح استطلع وارجع ولها. يلا. وين المعلم؟ يا الله شو وينهم هدول؟ لا تخافوا لهون. شامو يا معلم، شامو بعنا. شو عم تاكلوا له؟ وحياتك شفته. أنا شو بيعرفني وين راحوا؟ الله لا يسامحهم. أخذوا لي طاقي وحلقي، حتى اللوحة اللي على الحيط. حسني معك رقم مورو؟ لا والله، بس اعطيته رقمي. هو بده يدق لي. وليش لهو يدق لك؟ دق الى شامو لشوف. مسكر خطه كأنه هالتليفوني. طيب رد عليه. ألو؟ لا والله الرقم غلط. رجاء انتبه منيح المرة الثانية. الإمبرياليين. لك هلا اسكندر. اسكندر مين عدو هلا؟ شعبنا. مراد علم دار. شبك حسني؟ بخاف انه ما يلقط ببعض الارانب فعم جربه. الو؟ 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 لك يا مجنون وينك انت؟ على اساس انت العائل؟ لك مو وقت الجدل هلا، لازم حاكي مراد على الدار. مين هاد؟ بس لحظة بس لحظة. معلم مراد بيك؟ هو طالب يحكي معكم. الو ولا مجنون وين رحت؟ مورو وينك؟ هلا اذا بدك تحاكيني بصيغه الامر بلا هالتليفون، خلينا نحكي بشكل متساوي.
لا تخبرني هلا وين علقت حالك. احكي شو بدك فيني هلا؟ هلا انت بدك تعرف وين تلاقي اسكندر ولا ما عاد بدك؟ جاوبني بالاول.